المرسل. أنا يعني كان لابد أن نفصل في بعض المراسيل. قلنا المراسيل هي من أصح المراسيل سعيد المسيب، مرسل مسروق، وصنابحي، مررنا عليهم صحيح ولا لا؟ ثم انتقل المصنف إلى بعض المراسيل الأخرى التي هي وسط بين القوة والضعف، كمراسيل من مجاهد جبر وإبراهيم النخعي. وإبراهيم النخعي فيه كلام، العلماء تكلموا في هذا الباب، لكن الحق مراسيل إبراهيم النخعي مراسيل جيدة، مراسيل جياد. والشعبي عامل بن شراحيل هو من نبلاء التابعين، أيضا مرسله مراسيله جيدة وإن كان اختلف فيها العلماء. ومن أوهى المراسيل، قال ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن. هذا الكلام من الذهبي فيه نظر، هذا الكلام من الذهبي فيه نظر. مراسيل الحسن فيها خلاف عظيم بين العلماء، تفضل. مراسيل الحسن فيها خلاف عريض بين العلماء، فبعض العلماء قال بأن مراسيل الحسن جيدة، بل هي مراسيل إذا كانت من روى عنه الثقات فهي مراسيل صحاح، كعلي بن المديني قال بذلك، وإن لم يكن وهما يحيى بن سعيد القطان قال بذلك. فمسألة مراسيل الحسن ففيها خلاف، وإن كنت أدين الله بالضعف، كنت أدين الله بالضعف، لكن هو قول الذهبي هي من أوهى المراسيل، يعني فيها استدراك على أن العلماء قد اختلفوا في مراسيل الحسن، فبعضهم يقويها وبعضهم يضعفها. وقال وأوهى من ذلك، يعني أوهى من مراسيل الحسن، وهذا حق. مراسيل الزهري، الزهري مراسيله أو الثوري أو مراسيل، هذه مراسيل الزهري كإيش؟ كالريح أو أقل من الريح، كالريح أو، لأن الزهري يرسل على كل من هب ودب لا ينظر. فمراسيل الزهري هذه من أوهى المراسيل، لم تكن هي أوهى المراسيل، حق مراسيل الزهري من أوهى المراسيل، لم تكن أوهى المراسيل. ومراسيل قتادة، وأيضا قتادة على أنه ثقة ثبت، على أنه حافظ نبيل، وكان يرى القدر كما قلنا تغمر في بحر حسناته، لكن أيضا مراسيله إيش؟ وهاء، مراسيله ضعيفة جدا، ضعيفة جدا. وحميد الطويل أيضا من التابعين مراسيله أيضا ضعيفة. طبعا حميد الكلام فيه كثير، هو ثقة ثبت، وهو من أوثق الناس، يروي عن أنس مباشرة، ويروي عن أنس بإيش؟ بواسطة. حميد عن ها عن عن ثابت، آه نعم أنا سمعت عن ثابت. وليش هذه؟ ما كان يأخذ حديثا من أنس إلا وقبل، فهو يروي عن أنس بواسطة ثابت أو مباشرة، وهو مدلس مدلس. وعنعن كثيرا عن أنس، لكن علماءنا من المحققين يقولون وعنعنة حميد عن أنس تمر دون النظر، مع أنه أصلا يمرون تدليس. ليش؟ لأن قالوا فتشنا عنه فما وجدنا إلا ثابت، يعني هو إن دلس دلس عن ثابت، إيه ما انتهى الأمر. يبقى إذن كل عنعنة لابد أن تمر، لكن مراسيل حميد الطويل ضعيفة جدا. وبعض العلماء يرى أن هذه المراسيل معضلات، أنا معضلات أسف، معضلات أو منقطعات، يعني وهذا هذا هذا مصطلح لبعض المتقدمين، أنه يرى إيقاف الحديث على التابعي أو تابع التابعي أو تابع التابعي أن هذا إعضال، يعني لا ليس بالاصطلاح في الإعضال على الإسقاط، يرون أن إيقاف الحديث، وقف الحديث على تابعي أو تابع التابعي أن هذا إعضال، أن هذا إعضال. طيب المعضل، ثم قال المعضل، المعضل هو ما سقط من إسناده إثنان فصاعدا. إجمالا المعضل من العضال الذي لا يقوم له صاحبه، أعضله المرض، يعني اشتد عليه، ويقال في الأمر عضيل، طيب شديد. والمعضل اصطلاحا هو ما سقط منه راويان فأكثر، راويان فأكثر بشرط التوالي. يبقى عندنا شرطان للإعضال في الاصطلاح، ما هما؟ عامة الإعضال سقوط راويين فأكثر، سقوط راويين فأكثر، شرط التوالي، وشرط آخر ليس من أول السند، لأن من أول السند سيكون تعليقا، من أول السند سيكون تعليقا. مثال ذلك مثلا ما رواه الحارث بن أسامة عن معاوية بن عمرو أو معاوية بن عمر آسف، قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن هارون بن رئاب، عن هارون بن رئاب عن النبي صلى الله عليه
وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله سرية ثم ذكر الحديث. البصيري قال في هذا الإسناد إسناد صحيح رجاله ثقات إسناد صحيح رجاله ثقات لكنه معضل لكنه معضل رئاب لم يدرك من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أسقط طبقتين. ما هما الطبقتان؟ رئاب لا يروي إلا عن ابن المسيب يبقى أسقط كم طبقة؟ طبقة واحدة ممتازين. كم طبقة؟ طبقة التابعين وطبقة الصحابة يبقى هذا إعضاله الآن. فلذلك البصيري قال إسناد صحيح رجاله ثقات لكنه معضل. ليش معضل؟ سقط راويانه الآن لأن رئاب لا يروي إلا عن ابن المسيب. إذن هو لا يصل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بطبقة وطبقة فوقها طبقة التابعين وطبقة الصحابة. فلما أسقط الطبقتين هنا بلغ الإعضال. والإعضال أيضا ممكن أن نمثل له ببلاغات الموطأ وإن كان ابن عبد البر كما قلنا سد هذا إلا أربعة ببلاغات الموطأ. يعني مثلا الموطأ في مالك في الموطأ يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته. للمملوك طعامه وكسوته مالك عن أبي هريرة هذا إيش؟ ها إعضال. لكن ممكن نقول أن هذا أيضا إيه تعليق صحيح ولا لا؟ ها نعم لأنه من أول السنة ده هو الآن صحيح فيعتبر تعليق والتعليق يدخل معه الإعضال. لكن هي بلغات بلغات مالك قد يقول بعض العلماء أنه إيش من المعضلات من المعضلات. والمعضل عند العلماء ضعيف. المعضل عند العلماء ضعيف لا يستدل به ولكن يستأنس به يستشهد به. وعند بعض المتقدمين كالبيهقي وغير البيهقي أيضا يجعل الإعضال آسف أو يجعل الانقطاع عموما إبهام الراوي. يعني لو في السند قال حدثني الثقة مثلا حدثني رجل فيقول هذا منقطع يجعله انقطاعا كأنه لم يذكر. والانقطاع طريق الإعضال. يعني لو قال حدثني رجل فقال رجل حدثني رجل آخر فيبقى هذا إيش إعضال عنده. فهذا إعضال عنده هذا عند البيهقي. وبعض المحدثين المحققين يرون الإعضال في المتن بإشكال المتن. لو أتى بالمتن مشكلا فهو معضل. يعني معضل ما أشكل من المتن. يعني الشيء الذي فيه إشكال في المتن يسميه معضلا على أساس المسائل المعضلات على أساس المسائل المعضلات. وكما قلنا عند المتقدمين يرى أن من الإعضال أن يوقف الحديث على تابعي التابعين يوقف الحديث على تابعي التابعين. إذن أخذنا المعضل والمعضل هو السقوط والسقوط ضعف لأننا لا ندري الراوي الذي سقط هو ثقة أم لا فهذا ضعف في الحديث. والانقطاع إن شاء الله يكون الأسبوع القادم. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولزاكم الله خيرا.